مرحبا عليكم، شو اخباركم؟ لاباس عليكم. هذا النهار الثاني من المعرض ديال اسواق السلام قنيطره مع منى التاويل. نوريكم بيسات اليوم جبلي توب جبلي فيه التوركوا. داكشي علاش لبست معاه التوركوا، سبحان الله كنت دايره هاد الصباغه التوركوا فحالو، ودرت هاد لي بوكل هادو تا هما فيهم هاد الغوج ولا التوركوا. صافي هنا كنلبس لي زرسبا كونفورتابل مع رجلي باقي قصها. تقولوا لي كي جاكم اميزي دريس. يلا نمشيو نكملو النهار، ليتس جو. هنايا جبت معايا غدايا الكيش، لي كيش وشويه شلاضه ديال الرز وشويه ديال الزعلوك. اللهم ناكل ماكله ديال الدار عارفه شنو فيها. وصافي قريتي الماء ونكملوا الحفله. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم النهار الثالث ان شاء الله، اليوم السبت، غادي تكون الدنيا شويه عامره. حتى البارح ما شاء الله الجمعه مر الجمعه، تغداو الناس وجاو تبارك الله من ربعه، تبارك الله ما شاء الله الحمد لله. هنايا بغيت نوريكم اللبسه اللي لبست اليوم، هاد لافيست من تصميمي. وشوفوا لي، بغيت نوريكم لي زسبا اللي صيبت. الى عجبكم ان شاء الله غندخلها في لا كوليكسيون الى بغى الله. وهنايا غادي نوريكم مقتطفات من المنتجات اللي مصيبين في امازيغ تريت. عندنا هنايا هاد لا جاكيت، هذه مشهوره عندي بزاف. وكاينه كذلك هاد الجاكيت هذه اللي فيها لاستراس وفيها فيها الرسم في الظهر. كاين عاوتاني هذه حتى هي فيها حجيرات فيها الرسم في الظهر. كاين هاد لاجاكيت ديال فلسطين، حتى هي مطلوبه بزاف خصوصا الوليدات الصغار كيحماقوا على فلسطين. هذه كذلك من المبيعات نمبر 1. واحد السيده درت فيها التصويره ديالها لابسه اللبسات ديال الامازيغ في الظهر. هنا كاين هذه بحال فراشه، بحال فراشه قصيره زوينه بزاف فيها اللون ديال الجين. كاينه كذلك هذه مرسومه بالايد ديال فلسطين. البنات اللي بغات شي حاجه تسكريني وتصيفط لينا على الواتساب اللي غنحط لكم هنايا. اللي بغات شي حاجه ديرها في الواتساب وتواصل معنا وغادي نجاوبوها ان شاء الله. كاين هاد الجاكيت هذه اللي فيها التوب شويه صواغي، تلبس هكذايا في شي عرادات. كاين هاد الجاكيت هذه فيها الظهر، وكاين هاد الغوز هذه بحال الخضراء وهي كذلك فيها هاد الزرق في الظهر. صراحه كيجيو زوينين بزاف. كذلك عندنا هاد الجاكيت حتى هي مرسومه باليد، فيها عشق، فيها واحد الشعر في الظهر عن الحب، حب الام، حب الاخ، حب الاخت، حب الزوج، الزوجه، الاولاد، الاباء، يعني مهم. كاين هاد الفراشات هادو الصغار تا هما. كاين هاد الجاكيت نواغ فيها هاد الرسم باليد ديال الامازيغ، تحيه الامازيغ في ما كانوا من طنجه للقويره. كذلك هاد الجاكيت هادي كتمشى لنا بزاف ديال الجين، مدخلين فيها العقاد، مدخلين فيها التوب امازيغي، زوينه بزاف. كاين هكا واحد الملاحظه، اي بياسه ما كنديرش منها زوج،
كل بياسة كتكون يونيك ما كتشبهش الاخرى. هنا عندنا فيها رسوم امازيغية والحزام الامازيغي، وكذلك في الظهر فيها ديسامبول الامازيغ، زوينة بزاف فيها داك المطاخ. كذلك عندنا هذه فيها الثوب الامازيغي في الظهر في الجيو، وهاد الجاكيت مرسومة بالايد وفيها السفيفة في الجيوبة. المهم انا كندير ما امكن نوريكم الشكيلات غير معلقين. هنا كذلك كلها هذه مرسومة بالايد، فيها مارلين مونرو في الظهر، فيها هكذايا الكتبة بالصباغة، وهاد الصباغة ما كطيرش. حاولت ندير هنا شوية ديزاينات عصرية للبنات كيبغيو هاد الشكالات هادو، وسكريني ولينا البنات اللي بغات شي حاجة تسكريني وتواصل معنا في الواتساب في الرقم اللي دايز. هاد الجاكيت هادي زوينة بزاف كتعجبني، فيها مراكو، فيها هنا المغرب، فيها 212 كاع داكشي المغرب. وشوفوا ليا هنايا فيها التامبر، عقلت على التامبر اللي كنا كنديرو في الرسائل، رسمهم بالايد في الجوانب. يعني عندنا بزاف ديال الشكلات. المهم انا حاولت ما امكن غير هكذايا باختصار نوريكم. كاين هاد الجاكيت هادي حتى هي مرسومه بالايد بالبوشوار، فيها الصباغه، فيها الخميسه، فيها الزليجه المغربيه، كذلك فيها رسوم في الظهر. يعني كتلبسي بياسه حتى واحد ما كيلبس بحالك، واللي كان مثلا شي واحد كيبغي شي بياسه بحال هذيك ما كنديروش ليه بحالها الطبقه الاصليه، اما كنبدلوا اللون اولا كنبدلوا، يعني كنبدلوا الديزاين شي شويه. هنا كذلك كاين هاد الجاكيت هادي فيها لا توش امازيغيه، كنحاولوا ما امكن. هذا هو لو كونسيبت ديال امازيغ تريدز اللي معناها خيوط امازيغيه. كنحاولوا ندخلوا اللمسه الامازيغيه اولا المغربيه في الملابس ديالنا. هنا كذلك كاين هاد العبايه هادي اللي كيجي معها الساك ديالها، كيف ما غنوريكم هنايا الساك ديالها هو هذا ساك صغير، كتكونوا هكايا معروضين اولا لشي غالا شي عراض عند شي ناس كتهزوا السويك ديالكم. هنايا كذلك راه كنصوبوا حتى اللواحات. المهم كملوا حنا في العبايات، كاين هاد العبايه هادي حتى هي، وهنا اللواحات راه كنصوب حتى اللواحات. الصوره اللي بغيتو كنصوبوا حتى الحقائب اليدويه، كندخلوا فيها هذيك اللمسه المغربيه اولا الامازيغيه. هنا كاين هاد اللوحه هادي دخلت فيها، حاول ندخل فيها لي بيجو ديالنا باش كتجي بحال 3D. ممكن ندير لكم التصويره اللي بغيتو. هنايا كذلك السيكان الامازيغيه ولا الحقائب الامازيغيه، كل واحد في شكل في الالوان متعدده كيف ما كتشوفوا هنايا، شي حاجه اللي فريمون اوريجينال، يعني تلبسوها نتوما بوحدكم، يعني ما دايراش شي حاجه اللي ما دايراش. بزاف كياخذوا من عندي وكيقول لي راه ما كنزعموش نلبسوهم ولا نهزوا هاد السيكان، كنقول لهم بالعكس نتوما حاطين فلوسكم في شي حاجه اللي فريمون اوريجينال فعلاش لا. هنا كذلك عندي هاد اللوحه، هنا المهم تشكيله اخرى من الحقائب اليدويه. وبغيت نقول لكم واحد بين قوسين، لقيت بزاف كيقلدوني وكيحطوا فحال لي كرياسيون ديالي. شي وحده انا كنت شي سيكان مصيباهم في 2019، سبحان الله ربي سكي صيفطهم ليا بين يدي، دايره نفس الديزاين، وانا كنقول مستحيل دير بحالي لانني انا جاتني ديك الفكره فحطيتها. قلت معليش مي باش نلقاها هازه التصاور ديال الخدمه ديالي وحطاها في لاباج ديالها وكتخدم بانها هي اللي دارتها وواجهتها وداك الشيء. المهم انا ما كنبغيش نحبس الارزاق الناس، ولكن الا لقيت شي واحد اخر هاز تصاوري وحاطهم على انهم خدمتهم راه غنتاخد معاه اجراء قانوني. هذه بين قوسين، ماشي واحد يعصر راسو ايام وايام باش يدير اون كرياسيون ويحطها ويدير فيها اللمسه ديالو باش يجي واحد اخر يهزها هكذايا فابور بالعذاب بلا والو. راه ربي عطيكم الدماغ وعطيكم المخ باش تختارعوا، اختارعوا دير واحد اللمسه اللي تبقى ديالكم نتوما. ماشي مشكل تاخذوا افكار تانسبيرا، ولكن باش ديروا نسخه طبقه الاصل اولا تاخذوا صور الخدمه ديال الناس اللي ضاربين عليها تماره وتحطوها عندكم راه حرام. المهم نكملوا هنايا، عندنا لا جاكيت مختلفه، كاين اللي هكذايا فيهم داك البامبر اللي فيهم لي كوت. هنايا بغيت نوريكم كذلك من غير هاد العبايه، هاد الكيمونو هذا اولا عبايه امازيغيه. هنايا كذلك لي جاكيت كيف ما شفتوا راه كل بياسه بوحدها. راهي بياسه كتبان لكم سهله ولا هادي ولا كتقولوا علاش دايره هاد الثمن ولا، لانني انا كنبيع لكم اون كرياسيون، شي حاجه اللي نتوما تلبسوها اوريجينال اللي ما كدورش وما كتلقاوش بحالها، ما خطا الا كان شي واحد كينقل بحالها ولا شي حاجه. المهم كتبقى حنا ديالنا ديال امازيغ تريدز اللي مسجله. راه كنبقى اسبوع ولا اكثر من اسبوع باش نفكر وندير
التناسق الالوان والفينيسيون. المهم البنات اللي خداو يخليو ليا في التعليق. شوفوا هاد الجاكيط هادي كتجي زوينه بزاف هكايا الا كانت شي عراضه في الليل تلبسوا هكذا شي حاجه روميه او ميم طون يعني هكذا يا الحفلات وهذا. وهاد لا جاكيط البنات والولاد كيلبسوهم بنات واولاد. راه كل جاكيط في لون كل وحده بالدوبلور ديالها بالجيوبه بالفينيسيون ديالها. انا كنركز على الفينيسيون. البنات اللي خدمنا عندي راه هما يخليو ليا في التعاليق ويقولوا لي كي جاتهم الفينيسيون كي جاتهم الخدمه. وحتى البنات اللي جاوا للمعرض يعطوني الراي ديالهم يقولوا لي كي جاتهم الخدمه كي جاتهم الفينيسيون. راه ما كاينش اللي ما كيجيش وكيقول لي واو تبارك الله عليك. لذلك قررت نتقاسم معكم لك كرياسيون ديالي. انا عارفه بزاف غيمشيو ياخذوا عاوتاني هذا الشيء وغيحطوا وغيصايبوا بحالهم، ولكن كتبقى اللمسه ديالنا حنايا معروفه كرياسيون ديالنا حنا. شوفوا هنايا هادو راه مصايبه ليهم لي بيجو حتى هما كلشي هاند ميد. وانا راه كل بياسه البنات راه هاد التوب راه كيتنسج تحت الطلب في عيالات كان في المدن الامازيغيه باش نشجعوا المنتوج المغربي ديالنا الامازيغي. هنا راه كل بياسه ما كتشبه الاخرى. كاين اللي دخلت ليهم لي زاكسيسوار مصايباهم بيديه داكشي علاش هذا الشيء كياخذ الوقت وفيه شويه الثمن، ولكن شي حاجه اللي فريمون تستاهل. وسبحان الله الكليينات ديالي اكثريتهم في المغتربات، فكنوجه تحيه للمغتربات والبنات المغربيات الحرات والامازيغيات الريفيات الشماليات الشلحات يعني الصحراويات. ونتمنى نكون ذكرت جميع. المهم حنا كنا كنبقاو مغربيات ونتمنى لا كرياسيون تنال اعجابكم. شجعوني البنات باش نكمل في هذا الشيء ان شاء الله ندخل لكم الجديد. ومع السلامه في رحمه الله.